Hello, grade 6, English now, grade 6, second, third, unit 11, title, a letter, home, a letter, home. A letter, home, خطاب للوطن, a letter, home, a letter, home. Part 1, part 1. We will start with grammar. Grammar. شوف مع بعض كده الجرامر بتاعنا ايه النهاردة. It's a past perfect tense. It's a past perfect tense. زمن الماضي التام. It's a past perfect tense. زمن الماضي التام. The form, التكوين بتاعه أو الشكل بتاعه. شوف كده مع بعض. Subject plus head plus verb. Past participle. البي بي دي يا ولاد اختصار past participle التصريف الثالث للverb. احنا عارفين ان الverb فيه منه present وpast وpast participle مضارع وماضي وتصريف ثالث. Again the form subject head verb past participle. اول حاجه في السنتنس بتاعت الجمله الباست بيرفكت ببدا بالسبجكت اللي هو بيكون يا اما noun or pronoun. يا اما بيجي اسم او ضمير. بعد كده بجيب منه بجيب في تكوين الباست بيرفكت هاد. اهم حاجه ان انا عندي في اول التكوين بتاعي هاد. اول خطوه مهمه جدا هاد. بعدها بيجي الفيرب اللي هو التصريف الثالث منه. التصريف الثالث من الفيرب اللي هو الباست بارتيسيبل. يبقى عندي حاجتين مهمين عشان اقدر اعمل جمله في زمن الباست بيرفكت اللي هي هاد بلس فيرب باست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث من الفعل. يبقى عندي هنا باست بيرفكت تنس زمن الماضي التام. ذا فورم التكوين بتاعه ببدا سبجكت اللي هو الفاعل بلس هاد بلس فيرب باست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. اكزامبلز نمبر 1 they had played football. They had played football يعني هما لعبوا كرة قدم. They had played football. أنا عندي هنا السبجكت بتاعي إيه؟ They. بعد زي جبنا إيه؟ had. أخد بال. had دي موجودة كإيه؟ ها؟ كجملة في زمن أو في تنس إيه؟ الباست بيرفكت. زمن أو تنس الباست بيرفكت. أنا عندي هنا had وبعدها جه الفيرب إيه؟ played. عندي هنا played ده فيرب إيه؟ ها؟ in the past. بس خلي بالي ده هو التصريف الثالث للفعل. يا ميس عشان عندنا الفيرب بلايد في الباست زيه زي الباست بارتيسيبل الاثنين شكل واحد بلاي بلايد بلايد. يبقى عندي هنا موست فيربس يعني معظم الافعال اللي هي بتكون محطوط لها اي دي هتلاقيها في الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث منها محطوط لها برضو اي دي. يبقى عندي الفيرب بلاي بلايد ده التصريف الثاني والتصريف الثالث برضو بلايد. يبقى هنا they had played football. اخد بالي انا بدات زي subject بعد كده had بعد كده جت played اللي هو الباست بارتيسيبل من الفيرب play. تمام. يبقى الجمله دي which in tense اي tense past perfect. عرفت يا ميس من had والباست بارتيسيبل بتاع الفعل. they had played football. they had played football. another example I had had my breakfast. I had had my breakfast. نركز هنا شوية كده. ده انا عندي had had. طب ازاي يا ميس؟ هنقول ازاي؟ had الاولانية دي الايه؟ ده الفورم بتاع الباست بيرفكت had بتاعت التكوين بتاعت الايه؟ الماضي التام. امال had التانية دي ايه؟ الباست بارتيسيبل للفيرب مين؟ had اللي هو معناه ايه؟ يتناول. يبقى انا كده عندي في اختلاف بين had had. I had had my breakfast. الاولانية هاد الاولانية دي الباست بيرفكت تكوين الباست بيرفكت هاد بلس الفيرب باست بارتيسيبل هاد هاد اي هاد هاد ماي بريكفاست اي هاد هاد ماي بريكفاست. عندي السبجكت اي هاد باست بيرفكت هاد تكوين هاد الثانية الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للايه للفيرب هاد ماي بريكفاست I had had my breakfast. After that, the following words are
used as linking words with the past perfect tense. يعني ايه؟ هنا بيقول لي الكلمات اللي هناخدها دلوقتي عبارة عن linking words، يعني كلمات ربط خاصة بايه؟ قال لي خاصة بالباست بيرفكت تنس، خاصة بزمن الماضي التام. أول واحدة as soon as، قال لي as soon as معناها ايه؟ بمجرد أن. as soon as معناها بمجرد أن. دي بستخدمها امتى؟ لما أكون هستعمل باست بيرفكت تنس، لما أكون هستعمل زمن الماضي التام. طيب يعني ميز بستخدمها عشان أربط بين جملتين؟ يبقى هنا as soon as جاية كايه؟ كلمة ربط بربط ما بين جملتين، لازم يكون في الجملتين في جملة past perfect. As soon as plus past perfect plus past simple. يعني معنى كده ان as soon as لو انا حطيتها في الاول هيجي وراها ايه على طول؟ ايه الجملة اللي هتيجي وراها على طول؟ past perfect، زمن ال past perfect. طب الجملة التانية تبقى ايه؟ past simple. الجملة التانية هتبقى ايه؟ past simple. طب لو انا حبيت يا ميس احط as soon as في النص؟ لو انا حطيت as soon as في النص برضو دايما وراها على طول الباست بيرفكت، بس هيكون الجمله اللي في الاول ايه؟ باست سيمبل. يعني انا لو حطيت as soon as في النص احط الاول باست سيمبل، بعد كده as soon as، بعد كده باست بيرفكت. يبقى اخد بالي ان as soon as هنا كلمه ربط، ربطت ما بين ايه؟ جملتين، جمله في زمن الماضي التام وجمله في زمن الماضي البسيط. طيب ايه اللي بيجي بعد as soon as على طول؟ على طول ما بيسيبهاش هو الباست بيرفكت اللي هو زمن الماضي التام. طيب ايه اللي بعديه؟ الجمله اللي بعديه الثانيه، لازم احط كوما الاول لو انا هبدا باس اون اس في الاول، بعديها باست بيرفكت، بعد كده مهم اللي انا احط كوما، وبعد كده الجمله الثانيه ايه؟ ذا باست سيمبل، هتكون في زمن الباست سيمبل. نرجع كده مع بعض، احنا قلنا اس اون اس وراها باست بيرفكت اللي هو بيتكون من ايه؟ من سبجكت وهيد بلس باست بارتيسيبل للفيرب. هما للباست سيمبل بيتكون من ايه؟ من السبجكت والفيرب ان ذا باست. الفيرب ده ممكن يبقى ريجولار وممكن يبقى ايريجولار. طبعا هو لو ريجولار هنعمل ايه؟ هنحط له ايه؟ دي اور اي دي اور اي اي دي. طبعا لو هو ايريجولار هنرجع لايه؟ للجدول ونشوف شكل الفعل بيبقى ازاي في الايريجولار او في الجدول. في الجدول لو انا عندي الباست سيمبل بيكون الفعل بتاعي في التصريف الثاني للفعل، اللي هو الباست سيمبل بيكون الفيرب بتاعي اللي هو التصريف الثاني للفعل. واحنا عندنا حاجه ثانيه يا ميس غير as soon as؟ عندنا after. after زي as soon as، زيها في ايه؟ زيها في اليوزنج، في الاستخدام. بيجي برضو بعديها ايه؟ past perfect، الجمله اللي وراها على طول past perfect. طب الجمله الثانيه past simple. طب معنى after ايه؟ بعد. احنا خدناها قبل كده وعارفين ان معناها ايه؟ بعد. يبقى as soon as بمجرد ان وافتر بعد، الاثنين زي بعض، الاستخدام بتاعهم واحد. الاثنين وراهم باست بيرفكت، الجمله اللي وراهم على طول باست بيرفكت، والجمله الثانيه ايه؟ باست سيمبل. ممكن احط as soon as وافتر في الاول، وممكن احطها فين؟ في النص زي ما اتفقنا مع بعض، لو في الاول وراهم باست بيرفكت والجمله الثانيه باست سيمبل. طب لو في النص الجملة الأولانية هتبقى باست سيمبل والجملة التانية هتبقى إيه؟ باست بيرفكت. يبقى شرط عندي إن as soon as وافتر لازم وراهم إيه؟ باست بيرفكت اللي هو بيتكون من إيه؟ من هاد والباست بارتيسيبل. Examples number one as soon as I had played comma I went to school. تعالى كده مع بعض نشوف الإكزامبل بتاعي. انا بدأ الجملة باس اون اس، وقلنا اس اون اس دي عبارة عن كيورد، يعني كلمة من الكلمات اللي هي بنربط بيها ما بين جملتين ببدأ بيها الجملة. طب ايه اللي بيجي وراها؟ قال لي بيجي وراها الباست بيرفكت. طب تعالى كده نتأكد كده في الاكزامبل بتاعتي باست بيرفكت. بعد اس اون اس جي اي ده السبجكت. طب بعد السبجكت جاده ايه؟ هاد. قال لي هاد ده ايه؟ قال لي ده الفورم بتاع الباست بيرفكت هاد. وبلايد قال لي ده التصريف الثالث من فعل بلاي. يبقى هنا عندي بعد as soon as جي باست بيرفكت اللي هو I had played subject had زائد الباست بارتيسيبل. طيب كده الجمله بتاعتي الاولانيه خلصت، طب احط ايه؟ قال لي لازم احط كوما قبل ما ابدا الجمله الثانيه. طالما خلصت الجمله الاولى احط كوما قبل ما ابدا الجمله الثانيه. حطينا الكوما، طب بعد كده بعد الكوما هتيجي الجمله في الزمن ايه؟ قال لي الباست سيمبل I went to school. اهو subject.
طب وينت ده اللي هو التصريف الثاني للفيرب ايه؟ جو. يبقى هنا وينت التصريف الثاني للفيرب جو، يبقى اخد بالي طالما وينت جت يبقى ده باست سيمبل. تمام، يبقى الجمله الثانيه هي اي وينت تو سكول، جمله ان ذا باست سيمبل. يبقى انا عندي as soon as جت بعديها باست بيرفكت، وبعد كده كوما، بعد كده الباست سيمبل. تمام. نمبر 2، after they had had lunch كوما they did the washing up. هنا بدانا بايه سنه 6؟ بدانا بافتر، وزي ما اتفقنا احنا قلنا ان افتر زيها زي as soon as، بيجي وراها ايه؟ زمن ايه؟ باست بيرفكت. الاول السبجكت زي هات هات، وزي ما قلنا قبل كده واكدنا ان هات الاولانيه ده الايه؟ الفورم بتاع التنس اللي هي الباست بيرفكت هات بلس الباست بارتيسيبل اللي هي هات الثانيه، التصريف الثالث لايه؟ للفيرب هاف. افتر زي هات هات لانش كوما، وما انساش الكوما لان اي اضافه ربط لو استخدمتها في الاول لازم بعد الجمله الاولى ايه؟ كوما. طب لو انا استخدمت اداه الربط في النص هحط كوما؟ لا يا ميس، ادام اداه الربط جت في النص مش هحط كوما. خلاص؟ طب الجمله الثانيه هتبقى زمن الايه؟ الباست. السبجكت اهو زي ديد الباست بتاع فيرب تو دو ذا واشنج اب. اجين افتر زي هاد هاد لانش كوما زي ديد ذا واشنج اب. ناكد تاني ان as soon as وافتر بيجي وراهم ايه؟ باست بيرفكت اللي بيتكون من هاد والباست بارتيسيبل للفيرب، والجمله الثانيه بتبقى ايه؟ باست سيمبل، يعني الفيرب ان ذا باست، الفيرب ان ذا باست سواء فيرب ريجولار او فيرب ايريجولار. تمام كده؟ افتر ذات بيفور. عندنا بيفور، واتس مينج اوف بيفور؟ خدناها قبل كده. بيفور يعني قبل، بيفور يعني قبل، وهي عكس افتر. بيفور قبل. الفورم بتاعها شكله ايه سنه 6؟ هل هي زي as soon as وافتر؟ لا يا ميس، هي عكسهم. ازاي؟ بيجي وراها ايه؟ باست سيمبل. يبقى ايه اللي بيجي وراها؟ باست سيمبل كوما. طب الجمله الثانيه بتبقى ايه؟ باست بيرفكت. يبقى الجمله اللي بعد بيفور على طول باست سيمبل، باست سيمبل، لكن الجمله الثانيه باست بيرفكت. يبقى اوعى يا سنه 6 لما تيجي تستخدم بيفور تحط وراها باست بيرفكت، ما ينفعش، هتبقى جمله غلط، لان الباست بيرفكت ده بيجي ورا مين؟ ورا افتر واز سون از، لكن بيفور عكسهم بيجي وراها ايه؟ باست سيمبل، والجمله الثانيه باست بيرفكت. حبيت احطها في النص هيجي مين؟ هيجي وراها ومين هيجي قبلها؟ هيجي قبلها الباست بيرفكت وهيجي بعدها الباست سيمبل، يعني زي ما اتفقنا وراها على طول اللي لازق كده على طول باست سيمبل، وهتبقى الجمله الاولانيه باست بيرفكت. برضه يا ميس لما استخدمها في الاول احط كوما؟ يا سنه 6 احط كوما. طب لو استخدمتها في النص؟ لا يا ميس ما بحطش كوما. تمام كده؟ يبقى انا عندي as soon as وافتر زي بعض، ومين عكسهم؟ بيفور. as soon as وافتر بيجي بعدهم باست بيرفكت، والجمله الثانيه باست سيمبل. بيفور لا، بيفور بيجي بعدها على طول باست سيمبل، والجمله الثانيه باست بيرفكت. examples امثله. نمبر 1 before we watch TV، before we watch TV. انا بدات هنا الجمله بتاعتي before، وقلنا دي كلمه ربط. طيب بعديها بيجي ايه؟ احنا قلنا دي عكس before عكس after وas soon as، يعني هيجي بعد before past simple، بعد فوق بعد before بيجي past simple. طيب الباست simple بيتكون من ايه؟ من السبجكت، ادي السبجكت عندي وي. طيب ايه اللي بيجي بعديه؟ الي فيرب ان ذا باست سيمبل، فعل في الماضي البسيط، بس لازم في الماضي البسيط يكون يا اما ريجولار يا اما الريجولار. انا عندي هنا واتشد محطوط له ايه؟ اي دي، يبقى ده التصريف الثاني للفعل، ده التصريف الثاني للايه؟ للفعل، عشان اعرف ان ده باست سيمبل. وي واتش تي في، يبقى هنا بيفور وي واتش تي في، قبل مشاهده، قبل ما احنا نشاهد التلفاز كوما. ليه حطيت كوما؟ لان انا هبدا الجمله الثانيه، طالما بيفور جت في الاول يبقى هحط قبل الجمله الثانيه كوما. تمام؟ We had finished our homework. We had finished our homework. انا اخد بالي كده عندي we subject. We had اللي هو ايه؟ قال لي had ده الفورم بتاع الباست بيرفكت. طب و finished؟ احنا قلنا معظم الافعال اللي بتحط لها اي دي الباست بارتيسيبل بتاعها برضو محطوط له اي دي. يعني هنا had بلس الباست بارتيسيبل من الفيرب finish. خلاص بقى finished. يبقى had finished our homework. تمام؟ يبقى before we watch TV
comma we had finished our homework. يبقى قبل ما نشاهد التلفاز احنا خلصنا واجبنا. After that يلا بقى مع بعض كده نشوف الريجولار بيربس والتصريفات بتاعتها والجداول بتاعتها. اول جدول عندنا اول خانه present past الخانه الثالثه او التصريف الثالث past participle. يبقى عندي present past past participle. يلا نشوف مع بعض كده اول verb enter enter what's the meaning of enter يدخل good الباست ها entered entered حطينا لها ايه ed عشان هو فيرب ايه regular منتظم. التصريف الثالث entered التصريف الثالث entered enter 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 second verb ask what's the meaning of ask يسأل in the past ask it. التصريف الثالث ask the third verb pack what's the meaning of pack يحزم الحقائب pack او يعد شنط السفر او حقائب السفر pack in the past packed برضو زودنا لها او زودنا للverb ed. التصريف الثالث packed. perform يؤدي زي مناسك الحجة او مناسك العمرة الباست perform it after that finish what's the meaning of finish ينهي الباست منها finished برضو زودنا لها انتي الباست بارتيسيبول او التصريف الثالث finished after that pray what's the meaning of pray يصلي pray it end what's the meaning of end what's the meaning of end ينهي past ended past participle ended good after that نكمل مع بعض الجداول بتاعتنا present past participle visit what's the meaning of visit يزور visited عشان هو verb regular visited past participle visited after that show يوضح او يبين او يعرض show يبسط منها شوت past participle شوت good land what's the meaning of land يهبط past landed past participle landed start يبدأ start الباست started past participle started open يفتح open past participle open climb what's the meaning of climb يتسلق الباست climbing الباست participle climbing arrive خدناها قبل كده مع بعض arrive يصل arrived الباست participle arrived
arrival. After that, present, past, the participle. Move. What's the meaning of move? يحرك أو ينقل. The past moved. عملنا إيه هنا؟ الverb هنا آخره إيه؟ حطينا له إيه؟ دي. The past participle moved. Move. Prepare. يعد أو يحضر أو يجهز. Prepare. برضو آخرها إيه هنا سنة ستة؟ إيه. في الباست هتبقى إزاي؟ Prepare. يعني حضف لها إيه؟ دي. في الباست بارتيسيبول؟ Prepare. Travel. What's the meaning of travel? يسافر. Past. Travel. طب شايفين هنا عملنا ايه؟ عملنا ايه في حرف ال ال؟ ضعفناه. هو انا ممكن ما ضعفوش؟ اه يا ميس، ممكن اضعفه وممكن ما ضعفوش، والاثنين صح. Travel. ها الباست بارتيسيبول travel. نيجي بقى لايه؟ الريجولار بيرفكت، الافعال الغير منتظمه. نشوف كده مع بعض. أول خانة عندي present، past، past participle. أول verb go. What's the meaning of go؟ يذهب. past بتاعها إيه؟ went. past participle gun. Go, went, gun. Eat. past منها eat. past participle eaten. بص هنا شكل الفيرب بيتغير خالص ازاي. eaten. sleep. what's the meaning of sleep؟ ينام. الباست من sleep ايه سنة ستة؟ sleep. والباست participle sleep. Another verb take. What's the meaning of take؟ يأخذ. الباست took. Again took. الباست participle taken. Again taken. Another verb become. يصبح become. In the past became. Past participle become. Again become present, became past. بص بقى الباست بارتيسيبول become. Think. يفكر. Thought. جي والاتش سايلنت. الباست بارتيسيبول thought. عندي هنا جي والاتش سايلنت. باي يشتري. باي خدنا مع بعض كتير. الباست منه بوت. الباست بارتيسيبول بوت. الباست زي الباست بارتيسيبول بوت. بريزنت باست بارتيسيبول رايت. What's the meaning of write؟ يكتب. الباست منه wrote. Past participle written. Write. Another verb do يفعل. الباست منه did. والباست participle done. Did done. Do did done. يلا بقى مع بعض. Brackets. We will start with rewrite. Number one.
The students had chosen the country they would visit before they booked the tickets. أول حاجة هنا بيقول لي the students الطلاب had chosen the country they would visit. اختاروا البلد اللي هم هيزوروها. Before عندي خلي بالك إن هنا before جاية فين؟ في النص. يعني كلمة ربط. طيب بتربط ما بين إيه؟ جملتين. طيب بعد before جه ايه؟ they pocket the tickets، هم قبل ما هم يحجزوا التذاكر، يبقى هم اختاروا البلد اللي هيزوروها قبل ما يحجزوا الايه؟ التذاكر. يبقى اخد بالي ان الجمله اصلا محطوط فيها كلمه ايه؟ الربط اللي هي before. طيب عايزني احط ايه؟ قال لي هنا عايزني احط after. طب احنا قايلين ان before عكس ايه؟ after، ان before بيجي وراها الباست سيمبل، اما after بيجي وراها الباست ايه؟ بيرفكت. طيب انا عشان ابدا بافتر لو انا هبدا بيها في اول الجمله لازم اكتبها في الاول وبعديها الباست بيرفكت. طيب يلا نحل كده مع بعض. افتر، طيب انا جمله هنا باست بيرفكت. ذا ستودنت هاد تشوزن، ذا ستودنت هاد تشوزن، يعني اللي هو عندي هنا هاد والتصريف الثالث للفيرب. خلاص يبقى الجمله اللي هتيجي بعد افتر هي افتر ذا ستودنتس هاد تشوزن ذا كونتري زي وود فيزيت، يعني بعد ما الطلاب اختاروا البلد حطيت ايه بقى؟ انا شلت كده بيفور، اخد بالي عشان اربط بافتر يبقى لازم اشيل بيفور. يبقى انا هشيل بيفور هحط وراها ايه؟ ها؟ مكانها سوري كوما. يبقى هنا هحط كوما وبعد كده ابدا الجمله الثانيه اللي هي الباست سيمبل. زي بوكيت ذا تيكتس، زي بوكيت ذا تيكتس. اخد بالي انا بدات بافتر في الاول يبقى لازم اجيب وراها الباست بيرفكت. طب الباست بيرفكت اللي هو ايه؟ اللي هو هاد تشوزن، اللي هم اللي هو هاد والتصريف الثاني. تمام؟ طب الجملة الثانية اللي هي بوكت، اللي هي بوكت اللي هي ايه؟ التصريف الثاني للفيرب اللي هو الباست سيمبل. تمام؟ طب ينفع احط افتر في النص؟ لو انا عايز احطها في النص اعملها ازاي؟ هقول ايه؟ ها؟ هبدا بجملة زي بوكت ذا تيكتس افتر ذا ستودنت هاد تشوزن ذا كونتري زي وود فيزيت. تمام؟ يعني هجيب جملة الماضي البسيط في الأول اللي هي الباست سيمبل وبعد كده افتر وبعد كده الباست بيرفكت. تمام؟ يبقى ينفع احيلها بطريقتين، ان انا احط افتر في الاول او افتر فين؟ في النص، بس اخد بالي ان دايما بعد افتر هو الباست بيرفكت. نمبر 2، before we left Saudi Arabia we had prayed in the mosque. Again before قبل we left Saudi Arabia قبل ما نغادر دولة السعودية العربية we had prayed صلينا in the mosque في المسجد. يعني انا عندي هنا ايه؟ عندي before بعدها ايه؟ باست سيمبل، باست سيمبل ليفت الباست بتاع ليف يغادر. الجمله الثانيه وي هاد بريد باست بيرفكت، عرفنا منين؟ من هاد والباست بارتيسيبل للفيرب. انا مطلوب مني هنا ايه سنه سته؟ مطلوب مني as soon as. احنا عارفين ان as soon as عكس بيفور في الاستخدام، يعني بيفور بعدها باست سيمبل والجمله الثانيه باست بيرفكت. as soon as لا، as soon as بعدها past perfect والجمله الثانيه past simple. لو انا هستخدم as soon as لازم اعمل ايه؟ لازم الغي خالص before عشان ما ينفعش استخدم اداتين ربط ايه في الجمله، انا المفروض بستخدم اداه واحده. ادام هستخدم as soon as يبقى لازم اشطب على ايه؟ before. تعالى كده نحل مع بعض ونشوف هنكتب ايه. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا هحط as soon as فين؟ في النص. طب انا هبدا بايه؟ هبدأ بالباست سيمبل. ليه؟ عشان as soon as بعديها باست بيرفكت. طب الباست سيمبل هنا فين؟ اللي هي الجملة اللي كانت بعد before we left Saudi Arabia. يبقى بدأنا بجملة we left Saudi Arabia. طب حطينا كومة؟ لا يا ميس، عشان هنا أداة الربط هتبقى في النص. we left Saudi Arabia حطينا as soon as بمجرد أن بعد كده باست بيرفكت we had prayed in the mosque. again we left Saudi Arabia as soon as we had prayed in the mosque. طب لو انا حبيت ابدا ب as soon as هعمل ايه سنه سته؟ هكتب as soon as في الاول وبعد كده وراها على طول الباست بيرفكت as soon as we had prayed in the mosque كوما، وما انساش الكوما لو انا بدات ب as soon as، وبعد الكوما اقول ايه؟ we left Saudi Arabia الباست سيمبل. لكن لو انا حطيتها في النص هعمل زي ما عملت كده بالظبط. We left Saudi Arabia الباست سيمبل as soon as we had prayed in the mosque. Another. After the children's plane had started boarding, comma,
they went directly to the gate. هنا عندي الجملة بتاعتي بيقول لي بعد ما الطلاب الطيارة بدأت بالهبوط they went directly to the gate. هم اتجهوا مباشرة جيت للبوابة. طيب عايز يربط بإيه؟ before. عايزني أربط هنا بإيه؟ before. طب إيه الجملة أصلا فيها أداة الربط بتاعتي إيه أو كلمة الربط بتاعتي إيه؟ after. أول حاجة إن أنا أخد بالي إن after عكس إيه؟ before. يعني ما ينفعش أعمل إيه؟ لخبطة في الجمل اللي ورا بعضها. أول حاجة عندي after لازم أشيلها، تمام؟ طيب before أنا عارفة إن هي عكس after، يعني بعد before بيجي إيه؟ past simple. يبقى أنا لو هبدأ before هاخد الجملة اللي هي past simple، اللي هي إيه past simple؟ اللي هو التصريف التاني للفيرب اللي هو عندي went، تمام؟ يبقى هنا الأنسر بتاعتي هنقول إيه؟ لو أنا هبدأ before هقول زي before they went directly to the gate، كوما that children's plane had started boarding، تمام؟ طب لو انا عايز احط before في النص هشيل الاول after، تمام؟ هشيل الاول ايه؟ after، وهبدا بجمله الباست بيرفكت، تمام؟ يبقى لو انا هبدا before، لو انا هحط before في النص هبدا بجمله الباست بيرفكت، وبعد before بيجي الباست سيمبل، تمام؟ يبقى هنا هحط before في النص هقول that children's plane had started boarding before they went directly to the gate. طب لو انا هقول before في الاول هقول before they went directly to the gate comma the children's plane had started boarding. يبقى اخد بالي ان before وراها الباص سيمبل اللي هو التصريف الثاني للفيرب اللي هو الفيرب go الماضي منه ايه؟ went، تمام؟ اخد بالي واخد بالي ما ينفعش احط كلمتين ربط في الجمله. طالما عندي الجمله فيها after لازم اشيلها قبل ما احط before. Do as shown. Correct. Number one. After he buy a ticket, comma he enter the museum. هنا مديني after في بداية الجملة وطالب مني ان انا اصوب الverbs اللي موجودة في البراكتس. عندي buy وعندي enter. تعالوا مع بعض كده بالراحة. احنا قلنا after بيجي بعديها ايه؟ past perfect. تمام. طب الجملة التانية بتبقى ايه؟ past simple. طب تعالوا. الباست perfect قلنا بيكون من مين؟ من هات والايه والباست بارتيسيبل اللي هو الايه التصريف الثالث للفيرب. يعني هنا هنقول ايه سنه 6 the answer is had bought. had bought عشان احقق القاعده بتاعتي وتبقى جمله عندي بزمن الباست بيرفكت هحط هات والباست بارتيسيبل للفيرب اللي هو ايه bought باي بوت بوت التصريف الثالث او الباست بارتيسيبل من باي بوت هات بوت. طب الجملة التانية must simple. طب انا عندي enter regular ولا irregular؟ لا ده verb regular يعني هحط له ايه؟ good entered هحط له ed. يبقى انا كده حققت القاعدة بتاعتي. after he had bought a ticket comma he entered the museum. يعني انا حطيت بعد after ال past perfect had وال past participle للverb والجملة التانية ال past simple. after that number 2 صلاح ask for a tour guide before he go up stairs. يعني هنا عندي two verbs، تمام؟ طب عندي ايه كلمة الربط بتاعتي؟ before. طب موجودة فين before؟ في النص. طيب احنا عارفين ان before لما تيجي في النص دايما يجي وراها الباست ايه؟ simple وقبلها يجي ايه؟ الباست perfect، تمام؟ يعني قبلها ده هيكون باست perfect اللي هو بيتكون من had والباست participle. طيب يعني هنا ask هتبقى ايه الانسر بتاعتها؟ هتبقى had الكوريكت بتاعها had asked. يبقى عندي هنا الكوريكت هنا من ask هيبقى had asked. عندي had والتصريف التالت من ask ايه؟ asked. طيب الفيرب التاني اللي هو go بعد before بيجي الفيرب فين؟ في التصريف التاني للفيرب. يعني هنا go التصريف التاني منه ايه؟ ها went. التصريف التاني من go went عشان ده past simple. باخد بالي لو جت في النص اخد بالي، اخد بالي من الحته دي مهمه جدا ان قبل بيفور باست بيرفكت يعني هادو تصريف تاني هاد اسكت، لكن بعد بيفور باست سامبل يعني التصريف التاني من الفيرب جو اللي هو وين. after that number 3 he end his visit to the Egyptian museum after he take some photos.
انا عندي هنا قاعده فيها ايه افطر، ومطلوب مني ان انا اصلح اند واصلح تي. احنا اتفقنا مع بعض ان افطر جايه هنا عندي فين؟ في النص. طب بعديها ايه؟ باست بيرفكت اللي هو بيكون من ايه؟ من هاد والباست بارتيسيبل للفيرب اللي هو التصريف الثالث للفيرب. طب اللي قبلها على طول بتبقى ايه؟ باست سيمبل. الفيرب بيبقى بزمن الايه؟ باست سيمبل. يبقى الحاله الثانيه الباست للفيرب. طب تعالوا نشوف الانسر كده او الكوريكت بتاعنا هيبقى ايه؟ الفيرب الاولاني اندد حطيت له ايه؟ اي دي عشان هو فيرب ايه؟ ريجولار منتظم، زودت له اي دي ان ذا باست. بعد افتر قلنا هيبقى باست بيرفكت. طب الانسر بتاعتي هتكون ايه؟ هاد تيكن عشان احقق القاعده بتاعتي، باست بيرفكت. باست بيرفكت هاد والباست بارتيسيبل للفيرب، التصريف الثالث للفيرب، واحنا عارفين ان تيك توك تيكن هاد تيكن. يبقى الفيرب الاولاني اندد، الفيرب الثاني هاد تيكن. عملته على اساس ايه؟ على اساس قاعده افتر، بعدها باست بيرفكت وقبلها باست سيمبل. لازم اركز قوي في اداه الربط وهي موجوده فين؟ في النص افتر، في النص بعديها باست بيرفكت قبلها باست سيمبل. انا عندي افتر واسون از زي بعض، بعدهم باست بيرفكت وقبلهم باست سيمبل، لكن بيفور عكسهم، وراها دايما باست سيمبل والجمله الثانيه بتبقى باست بيرفكت. After that, answer. Number one, what had Ali written before he went to sleep? What had Ali written before he went to sleep? وحط لي question mark وبعد كده اللي عايزني اجاوب بايه؟ بقى letter اللي هو خطاب. طيب انا عايز احل الانسر ده، عايز احل question ده، بعمل ايه؟ عشان اعمل انسر لازم اشيل question mark وكمان question where. خلاص علامه الاستفهام واداه الايه؟ الاستفهام. طب هبدا بالسبجكت بتاعي اللي هو ايه؟ علي. طيب علي بعد علي ايه؟ الباست بيرفكت اللي هو هاد، يبقى علي هاد. هاد ايه؟ ريتن. هو علي هاد ريتن كتب ايه؟ ها؟ A letter. الانسر بتاعتي اهي من بره هاخدها. A letter كتب خطاب، يبقى علي هاد ريتن A letter كتب خطاب before he went to sleep قبل ما يروح ايه؟ ينام. خلاص؟ يبقى علي هاد written a letter، يعني بعد الفيرب written احط ايه؟ الانسر بتاعتي اللي هي a letter الخطاب، كتب خطاب. تمام؟ before he went to sleep. قبلنا هنا سنه ثابته، جت عندي before بس جت في النص، بعدها past simple، قبلها past perfect. ايه هو الباست perfect؟ هاد والباست participle للverb هاد written، وبعدها went past simple. علي هاد written a letter before he went to sleep. Number two. Number two, what had Hadir done before she went to the kitchen? What had Hadir done before she went to the kitchen? يعني ماذا هدير فعلت قبل ما هي تذهب للمطبخ؟ قال لي البراكتس بتاعتي مكتوب فيها ايه؟ call her friend، اتصلت بصاحبتها. call her friend، اتصلت بصديقتها. تمام؟ طب عايز اعمل انسر، اول حاجه بشيلها هي وات وكويستشن مارك. تمام؟ ببدا بايه؟ بهدير. بعد هدير بيجي ايه؟ هاد. طب انا عايزه دن؟ لا لازم اشيل دن. بعمل ايه؟ قال لي ريموف دن. دن اللي هو التصريف الايه؟ الثالث من الفيرب دو، صح؟ يبقى هنا عندي كول اللي بره دي لازم اجيبها ايه؟ تصريف ثالث. يبقى هدير هاد كولد، هدير هاد كولد هير فريند. يبقى انا شلت دن، حطيت مكانها called her friend. تمام؟ اتصلت بصديقتها before قبل she went to the kitchen، قبل ما هي تذهب للايه؟ للمطبخ. تمام؟ يبقى اول حاجه انا بدات بيها هي الباست بيرفكت، وبعد كده before في النص، وبعد before جت الباست سيمبل. يبقى اخد بالي انا ما لخبطش، اخد بالي هي الانسر هتتحط فين بالظبط في الجمله. What had Hadir done before she went to the kitchen? Call her friend. The answer is Hadir had called her friend before she went to the kitchen.
yourself اختبر نفسك. بعد ما نكون ذاكرنا قاعدة كويس جدا يا سنة ستة نبدأ بقى نختبر نفسنا ونجاوب على سؤال sell yourself. At first we went to Hira cave, then we climbed the mountain of Arafat. Rewrite. طالب مني هنا احط كلمة الربط بتاعتي او اللينك وورد بتاعتي ايه؟ before. خلاص؟ اخد بالي من before بتتحط فين؟ في الاول او في النص؟ لو حطيتها في الاول اعرف ان القاعدة اللي وراها بتيجي ايه؟ ولو حطيتها في النص اعرف ايه اللي بيجي وراها ونجيب السؤال ونحله. سنة ستة. Goodbye.